تعرفي اللعب؟ انا دي بي بي سي. ميل ارت دون دان بري. مستخدم. الله. فيل ارت د فيل ارت يا شنو بقلم هون. نعرف كل كبيرة. الله باردون، برضه الله ولدك. أشوف اللاحقة تحت. كل ما شفنا كبيرة معنا استخدم قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. ال او اي والاي حسب التوافق الصوتي الرباعي. يعني استخدم هون الدي حسب الفستق تشاب بيتغير بيقلب إلى تي. إذا جاء فستق تشاب سارت هارفلان، يعني الأحرف القاسية سارت هارفلان. مستخدم بيري، شايفين البيري كلياتها صغيرة يعني ما بتتغير، هي ثابتة. الله إلي هشوف هلا هدول اللواحق. الض هي جانا كلها نيورز. مستخدم فيل كمان. الله إلي بكلم. أوكل başladığından beri arzuyu görmedim. منذ أن بدأت أو بدأ المدرسة. دندان بري فاستا دندان بري. منذ أن بدأت المدرسة أرزويو görmedim. لم أرى أرزو اسم بنت أرزو. فباشلمك باشلا هي الفعل. بعدين استخدمنا دندان. دندان استخدمنا بري يعني منذ أن بدأت. başladığından beri başladığından منذ أن بدأت. ne oldu؟ arzuyu görmedim. ما شفت أرزو من لما بدأت المدرسة. منذ أن بدأت المدرسة. Şimdi Aslı geldi. Atat Aslı. Geldi geleli. Yani منذ أن أتت. شوفوا هون نستخدم نفس الفعل. جال استخدمنا geldi geleli. يعني من لما أجت. منذ أن أتت. Aslı geldi geleli. Her gün beraberiz. كل يوم نحن مع بعض. Beraberiz. Her gün, كل يوم, beraberiz. مع بعض. Aslı geldi geleli. Yani hon, gel. استخدمنا الفعل مرتين. هي القاعدة الثالثة. فوق موجودة بالأزرق. Gel, di. دي نعرف بالماضي لي او. geldi geleli. gel eli. geldi geleli. من لما اجت. منذ ان اتت. منذ ان اتت. her gün كل يوم. beraber نحن مع بعض. نسويه. طبعا الي الي حسب توافق الصوت يا منظيف. في عنا ألي وفي عنا ألي. فإذا أجا آخر حرف صوتي نضيف الياء للحماية. فهون قال آخر حرف مو صوتي فنضيف بس ألي، ما نضيف ياء يعني للحماية. إسطنبولا جلالي هر جون çalışıyorum. أنا أكتر شيء شو بيستخدموه؟ بيستخدموه دندان. دندان أو ديندان استخدموا أكثر. فهون كمان إسطنبول جلالي يعني هون كمان شو استخدمنا؟ يمكن أن نستخدم فعل نستخدم ألي بس من دون نستخدم فعلين. فيها نقول جالدي جلالي بس إيش؟ أنا عن حالي عم بحكي. عن الأو فينا نستخدم الدي مثل هون جالدي جلالي يعني هي أو هو. أصدر هي جالدي جلالي. منذ أن أتت هي هر جون برابرز نحن معا أو مع بعض. فهون إسطنبول
قال لي عن حالي عم بحكي، يعني هون ما في نضيف. لاحقة، لاحقة لإيش؟ لي أنا. إذا الدي بنعرف بالماضي، لي أنا بتصير دم. قال دم قال لي، والله كمان بتصير قال دم قال لي، بس إيش إنه أكتر شيء مستخدم دي بس. هون مثل ما حكيت لكم حتى بالحكي بيستخدموا دون دامبري، جتين دامبري منذ أن ذهب، قال دين دانبري منذ أن أتى، منذ أن أتت هي، قال دين دانبري، هذا قال ديم دانبري منذ أن أتيت، قال ديم دانبري. بكي إسطنبول قال لي، هون كمان قال فعل مستخدم إلي، هارجون قال لي، قال لي ألي استخدمنا، توقف الصوت الثنائي جاء حرف الآ استخدمنا ألي. إسطنبول قال لي هارجون تشارشيون، يعني منذ أن أتيت إلى إسطنبول كل يوم أعمل، أعمل كل يوم منذ أن أتيت إلى إسطنبول. إسطنبول قال لي هارجون تشارشيون، يعني معناه منذ أن، من لما. برضه عم نستخدم ألي، استخدم د ي ألي، استخدم دون دان بري، يعني üçü de kullanabiliriz aslında. Üçü de aynı anlam veriyor. Yani تاتتهم بيعطوا نفس المعنى. تاتتهم نفس الشيء. فينا نستخدم هون مثلا. بحكي أصل جالدين دان بري، يعني منذ أن أتت أصل، يعني فينا نستخدم القاعدة الأولى كمان فيها. أو أصل قال لي، نريا قال لي، geldi geleli her gün beraberiz. Bu şekilde kullanacağım. Nasıl kavad? Bakayım. Fi anna kam nas? Lil qira'a. Aktub lkun kan fa'il. Lakin hastakdım bas dağından beri. Lannu l-baqi qalil istakdımu. Bas intu kaman yani drusulu. Yibken yijib l-imtihan. Yani hadol lughat l-kutub. أقصد إنه لغة الشارع ما بيحكوها. الآلي الله بيستخدموها بس كتير قليل. مثلا جيتين دانبري، جيتين دانبري منذ أن ذهب. جيت، شوفوا هون جيت آخر شي حرف ت استكتشاف، فدي هون حنستخدم ت جيت، بعدين الإي حسب توقف صوتي جيتي إن دان، نعرف الآ نستخدمه بس آ و آ، وهدول حسب توقف الصوتي الجاي قبله. مثلا هون إجا انتهى، أو عندنا بس حرف صوتي واحد اللي هو إي استخدمنا إي، جيتي إن دان بري. مثلا بيني أرمض، أرمض يعني منذ أن ذهب لم يتصل بي، جيتين دانبري. الجيت التاء الأولى هي من أصل الفعل، التاء الثانية من أصل القاعدة هون. أفا قال لي، فينا نقول أفا قال دين دانبري، أفا قال دين دان بري أوضادان çıkmadı مثلا، أوضادان çıkmadı يعني لم يخرج من الغرفة منذ أن أتى إلى المنزل، يعني من غرفته أوضادان çıkmadı. مثلا هاي بيستخدموها كتير، çocukluğumdan beri، çocuk يعني الطفل، çocuk لوم الم يعني النهاية بتدل على أنا أنت، هون دائما بتدل على هو، إن قال دينا البري على أنت،
النهاية. فهون شوفوا çocuk لغمدان بري رح أحكي لغمدان لغمدان çocuk çocukluk çocuk لغم هذيك غير قاعدة يعني منذ طفولتي هذيك غير قاعدة لغمدان أكتبها معلش يعني تتشابه معها هي موجودة بالبيبي أعتقد لومضان هي غير قاعدة ما تخربطكم بس معلش أنا كتبت تشوجك لومضان بيري بيري يعني منذ طفولتي أنا تشوجك لوم يعني البري اللي هي معناها منذ دائما بيجي قبله إيش الضان فننتبه مثلا geldiğinden beri gittiğinden beri başka hangi fiillerle uyuduğundan beri uyuduğundan beri منذ النوم uyuduğundan beri doğundan شوفوا هون هذا الفعل ويو الحرف الصوتي استخدمت او هون او هون وهون ا هذا الاول والثاني حسب توافق الصوتي الرباعي وعندنا الا هاي حسب توافق الصوتي الثنائي يعني هيك في عندنا بس هيك مع الا ا نستخدم ضمضان طبعا ما ننسى الدي بيقلب الى تي عند الاستكشاف ضمضان مع الاي دين دان دين يعني الغي ما عمل فظه هون دين دان دي ان دي ان دان بري ما عم بكتب البري بدأ مع الـ أو دوندان كان أو دوندان دوندان بشكل دونزك بيري معناه منذ يعني شوفوا هون دان دان هون دان دان مع الكلن عرفلر آ أ أو أو بيجي دان مع الإنجا عرفلر دان والباقي أول حرفين صوتيين حسب التوافق الصوتي الرباعي نستخدم في حد عنده سؤال عن هدول أكتب كم فعل كمان sorularınız var mı? Çalıştığından beri منذ أن يعمل هو من لما هو عم يشتغل çalış tığından beri فهون إيش شو بتكون استكتشاف فقلبت د إلى ت استخدمنا tığından beri çalıştığından beri para harcamıyor mesela. Harcamıyor. Harcamıyor. إنه من لما هو عم يشتغل ما عم يصرف مصاري. صار يعرف قيمة المصاري. çalıştığından beri para harcamıyor. ما بيصرف مصاري. مثلا أربا aldığından beri أربا لي سيارة aldığından beri beri yürüyerek gelmiyor yürüyerek şu an yürüyerek şu yani cevap var mı? Maşiyen. Aynen. Numan lama منذ أن اشترى سيارة
Aynen. Lem yati maşya. Lem eştere seyyara ve huma bici maşi. Yani dağından hon lahuva. Av lahom. مثل ما حكيت لكم هون الني بدل على هو أو على هم. Okula başladığından beri arzuyu görmedim mesela. Lema belleşti المدرسي. Lema belleşet المدرسي. Min hiye المدرسي. Okul. Okul başladığından beri من لما بلشت المدرسة يعني هو أرزوي görmedim لم أرى أرزو فهون الجللي الدل فينا نحكي عن حالنا مثلا إسطنبول جللي من لما أتيت إلى إسطنبول صحيح ما استخدمنا لاحق الضمير لكن فينا آخر شيء نستخدم ضمير أنا مثلا يعني عم بحكي عن حالي إسطنبول قال لي هير جون شو لما جيت على إسطنبول كل يوم أشتغل كل يوم هير جون أعطوني جمل أنتو زاد إزدفير بكر ما في كنت أعطو ماريا هادي فر عوري منذ الآن قال ما تقدام بري قال دين دان بري إذت إي غور مدك دان بري onu iyi görmedik. Ma şifna منيح. Onu iyi görmedik. Başka? Evet. Yalla ya misal. Cümlelik helvi. Mutlu değilim. İşe geldiğimden beri, yok, işimi değiştirdiğimden beri şufu mitel ma katbinenne bil arabi ana lestu sa'id منذ أن غيرت عملي إشيمي ديشت تيرديم دان بري ديشتيم دان بري إشيم بريم شوفون لاحقة تتغير إشي هو العمل إشي ديشتيردام ديشتيم دان بري ديشتيم دان أين هون بتصير أن الجملة أصلا ما بتستخدم هون هي بدها غير قاعدة ليش؟ لأنه العمل هو إلي بدي استخدم لاحقة الملكية كمان لكن هون هحاول ما استخدمها أنه من رح أحكي أنه منذ أن غيرت العمل أنا لست سعيد منذ أن غيرت العمل هون فينا استخدم هاي اللاحقة إشي ديشتي دان بري إيش شي ديش تيندان بري تيندان بري لست سعيدا مطو ديلم مطو ديلم لست سعيدا ماني مبسوط إشي ديش تيندان بري فاندار أزالي سار Sen bir tane cümle verebilir misin? Hocam çalıştığından beri izin almadım. Min lemme ana eştegel ana khadet izin ana nehki an huwa ana btuzbat ala huwa Okay, çalıştım. Çalıştığından beri izin almadın. Ma almadı, aynen o. Çalış,
yaptığından beri يعني هلا بس تشوفوا اللواحق بالباقي بتعرفوا انه هاي اللاحقة بتكون لهو او لأونلار. يعني انا ليش حاطين لهو وأونلار بس ما بعرف وما فينا استخدم غيره. يعني şimdi çalıştığından beri izin almadı. Böyle cümleler. Zihni hocam bir de bunu kurmasaydın istihdim çalışalı. Evet. Yani dahçe an nefsi. Evet. Sen gül çalışalı izin almadım. Evet. Burada çalışalı burada şufu bunkul bil haki burada diye kısıtnayat kthir. Bu burada bas bil kitabe hi burada. Burada kimin kur burada? Kur burada kemen. Burada çalışalı çalışalı. Evet, izin almadım. İzin almadım. Evet, oldu. İzin almadım. Burada çalışalı olur. Yani من لما وانا عم بشتغل هون ما اخذت اذن. منذ ان انا اعمل هنا لم اخذ الاذن. ما اخذت اذن. الماضي almadım. هنزل لتحت شوي. aşağıdaki cümleleri alı, alı. استخدم فعل د و ي alı. Dığından beri zarf fiilleriyle yeniden yazalım. Okul tatil olduğundan beri beri aramıyor. Okul tatil. Yani ben de anne adına olduğundan beri ben de istedim gayr lahika. Anne adına ben de istedim gayr lahika. Yeniden yazalım. Aynen ben de istedim gayr lahika. يعني الالي دي الالي والالي الي حسب توافق صوتي. اوكل تاتيل olduğundan beri olduğu olalı. اوكل تاتيل olalı. Beni aramıyor. استخدم انتو اوكل تاتيل. يعني من لما صارت منذ ان اصبحت منذ أن أصبحت المدرسة عطلة لم يتصل بي. بني أراميوش ما بيتصل فيني. تاتيل تاتيل أول olalı oldu oldu olalı kemen bitir oldu olalı. Evet, beni aramıyor. Aramıyor yani ma bitirse beni. Evlendiğinden beri min lemme cevaz onu çufu nuhuvvi. Onu görmedim. Ma şiftu. Hon kemal okul. Hani medrese huwa. Yani okul huwa lemme atfal. Lemme sar atli. Ve evlen. Evlendi. Evlendi. Benle. Evlendiğinden beri. Evlenmek şu huve. Evlenmek. Tezavuc. Ennul fi'l min ezzavac. Evlenmek. Ezzavac mâne. Evlen. Evlen. Tezavuc. Amr. Evlen. Neli. Evlendi. Evlen neli. Evlen neli.
evlene liye onu görmedim. Yani men lemme tevvez ve ne ma şiftu. Katfatu mertu. Yola çıktığımızdan beri bir şey yemedik. من لما طلعنا منذ أن خرجنا إلى بالطريق يولا بشيء يمدك لم نأكل شيئا يولا شوفوا هون خليني أعطيكم إياها لكن إذا مستخدمين هون يعني من لما خرجنا شوفوا الآن هن حاطين إنه قاعدة قاعدة ثابتة لأنه النيلة هو شوفوا هون من لما خرجنا منذ أن خرجنا تشكتغمز هيا أكتبها هون ما أنا موجودة أكتبهم كلهم لي أنا وهو وهي بس أنتوا عرفوا الأحرف الصوتية بتتغير شم لي بان تشكتغمضان بري حتكون مثلا تغمضغم ضمضان 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 أنت ضم هي الملكية عم بستخدم الماء ضمضان ضمضان ولهو كمان بيكون ضمضان لأنه شوفوا ض هيك هي الأصل لهو والناء هي للحماية تجي قبل الدعم لا تفكروا اثنيناتهم نفس الشيء يعني هون صدفة اثنيناتهم نفس الشيء انه الناء هاي لا انت تشكتن يعني خروجك تشكتغ خروجه وهون الناء بتجي قبل الدان اذا بتتذكروا الدان والضان اذا انتهى بحرف صوتي الكلمة اللي قبلها هون بتصير نفس اللاحقة لهو ضمضان ضمضان ضغمز ضان يعني هي الضان تيجي قبل الباء ضمضان وفي ضغنزدان زندانزدان شكنا شكتغنزدان من لما طلعتوا انتوا يعني قال دينزدان منذ مجيئكم بري قال دينزدان بري في تقدر هاي كلياتها تتغير شكتغنزدان بري تقدرندان بري ما أصير أنا الأو ما بدلارش دور باكين خليني أحاول دكلرندان بري دكلر olur valla geldiklerinden beri geldiklerinden ekliyat etkiler yani هون عم استخدم شوفوا هون عم استخدم دك يعني هي أصلها كي لكن لأنه إجا بعده حرف صوتي قلب إلى غير هي أصل القاعدة هيك إني ليش هيك كاتبينها ما أعرف هون كمان يعني ثاني شيء عم نضيفه هي للحماية ولا الحماية لل ملكية يعني الأم الأن الأ هون الأمز للملكية هون أنز كمان للملكية لر للملكية هي أصلها إيش دك هناخدها بالباب إيكي حتفهموا أكتر صارت شوربة يعني هي دك القاعدة أصلها دك كان لازم هيك يكتبوها
ضيعوني والله. دك بيحطوا يليك اكي يليك اكي اللاحقة الملكية وبعدين يضيفوا الضان وبضيفوا الناي إذا كان عندنا آخر حرف صوتي هون نضيف الناي. الضان دائما إذا جاء قبله حرف صوتي نضيف الناي. هون الكي عم يقلب بالقاعدة عم يقلب لغي لأنه عم يجي بعده حرف صوتي فبتصير ضم بعد. فهون يولا تشك مزدان بري فشوفوا تشك هي القاعدة تشك الفعل تشك هون حسب فستك تشات نستخدم تك لكن الكي هون لشو قلبت لغي ليش لأنه رح يجي بعده حرف صوتي تشك تغ مز أمز أمز اللي هي النحل الملكية منذ خروجنا أمز بعدين استخدمنا بس ضال ما استخدمنا ليه كمان قبل بعد الزين هون ايه استخدمنا المز وضان شكت مز ضان بيري منذ أن خرجنا مصدان بري بشي يملك ما أكلنا شيء مثلا عمليات olduğundan beri çok kilo verdin من لما عملت أنت olduğundan من لما عملت عملية çok kilo verdin ضعفت كثير çok kilo verdin أعطيت كيلو كتير بمعنى نحفد. فهون نحن بدنا نحول لا الله إلي رح أترك لكم إياه احفظوا القاعدة يعني شايفين مع الكل عم يقلب هون الكي إلى غي بس بالأخيرة بتضل مثلا مثل الأخيرة مثل إذا بدنا نعطي أورنك عليها شو بتصير مثلا يابطندان بري yaptıklarından beri olacak. احفظوا القاعدة لازم تحفظوا القاعدة يعني من لما منذ أن فعلوا يبتك لرندان بري من لما فعلوا حيسكر الزوم ضلنا دقيقتين نرجع نفوت هنقرأ النص شوفوا هون في أو زماندان بري منذ ذلك الحين او زماندان بري شوفوا oğlum o filmi seyretti ابني شاهد ذاك الفيلم او زماندان بري منذ ذلك الحين her şeyden korkuyor يخاف من كل شيء او زماندان بري رح نحكي ايش oğlum o filmi seyrettiğinden beri huwa oğlum min oğlum ibni huwa fahm bihki انه هو من لما منذ ان شاهد الفيلم seyrettiğinden beri rah tsir seyrettiğinden beri بدل ما استخدم o zamandan beri yani الفعل seyretmek ret وهي القاعدة تين دان بيري يعني منذ أن شاهد الفيلم يخاف من كل شيء أو مثل ما أنا كاتبين أولم أو فيلمي سيرت ابني شاهد ذاك الفيلم منذ ذلك الحين
O zamandan beri, منذ ذلك الحين, her şeyden korkuyor. يخاف من كل شيء. أو نقول بهذا الشكل, oğlum o filmi seyrettiğinden beri her şeyden korkuyor. Yani ابني يخاف كثير من كل شيء منذ أن شاهد ذاك الفيلم. الفرق بيناتهم, اثنيناتهم بيعطوا نفس المعنى, بس إنه بالثانية عم استخدم مع الفعل التين دان بري بشكل ده. هيسكر الزوم, نرجع نفوت.